ضرب يا صيادي وهضرب. عم بتش حيثية المنطقة. نحن هنا في جبهة الكسارة حيث خسر العدو الكثير من آليته العسكرية وكذلك أعداده البشرية التي جمعها من كل مكان، من مناصريه، من معاونيه، من أبناء القبائل التي ظلل عليهم. كثيرا من المشرفين يجولون هذه الأيام في أغلب المحافظات، في مديرياتها، في عزلها، في قراها، يوهمون المواطنين بأنهم قد زحفوا نحو مأرب، لكن مأرب عصية. هم بالفعل وصلت إلى مأرب جثثهم، وصلت إلى مأرب أسراهم، بالفعل دخلوها ولكن أسرى وقتلى. أما دخولهم أحياء لا يمكن أن يدخلوها. نحن بإذن الله تبارك وتعالى سنصل إلى صنعاء، إلى مران، إلى صعدة، إلى المحويت، إلى كل مكان. Thank you.